اول حاجه الانتندد يوز هو ده عباره عن ديسكريبشن للديفايسز انتندد يوز ان ترمز اوف اتس كلينيكال ابلكيشن، يعني هو بيستعمل عشان يعالج ايه او يعني يشخص ايه او يطلع ايه، لو طلع صوره بيطلع صوره شكلها عامل ازاي في انهي مود، الكلام ده كله. والحقيقه بنتكلم برضو على ممكن ان احنا ندسكرايب بوتنشال فيوتشر يوزز، اوكي؟ يعني بمعنى ان احنا بنتكلم على ان احنا الجهاز ده مثلا ممكن ان هو يبقى شيفتد مثلا من المستشفى للبيت، يبقى لازم نتكلم برضو ان هو هل ممكن ان هو يروح البيت ولا لا. يعني ممكن مثلا اقول ان هو ممكن يستعمل عشان يقيس مثلا السكر كويس في المستشفيات او في البيت، ده يبقى الانتندد يوز بتاعه، اوكي؟ او الاوبريتنج كونديشن، زي مثلا ممكن اقول ان الجهاز ده ممكن هو يستعمل بشكل ثابت موجود في المستشفى بشكل ثابت، او ممكن يتحط مثلا في امبيلاتوري فيهيكل مثلا، اللي هي الحاجات اللي هي عربيه اسعاف، او موبايل، معناه ان احنا ممكن من مكان لمكان جوه المستشفى ممكن ننقله، يعني ممكن يتحط في مثلا ايمرجنسي وورد مثلا، يبقى محطوط في مكان وقت ما يكون في احتياج ليه نجيبه بسرعه كده بشكل سريع، يبقى محطوط على، يبقى هو نفسه ممكن يتحرك، اوكي؟ بحيث ان احنا ايه، بحيث ان احنا نستعمله. طبعا الديسكريبشن اوف بوتنشال فيوتشر يوزز دي مش دايما بيبقى ممكن، اوكي؟ فده بنتكلم عليه بس كده ايه، وين بوسيبل، ما هواش حاجه دايما بتبقى موجوده. هدي مثال للانتندد يوز، لو بتكلم على الهيموداياليسيس يبقى الانتندد يوز بتاعها از ذا ريموفال اوف اكسس انوانتد ميتابولايتس اند ووتر فروم ذا بودي، اوكي؟ بمنتهى البساطه احنا بنقول بالظبط الجهاز ده في الاخر خالص بيعمل ايه، مش عايز بقى اتكلم على ان ده في مود اسمه كذا وفي زرار اسمه كذا وفي، لا انا بتكلم على من الاخر كده هو ده بيعمل كذا، بيعمل الفانكشن الاساسيه بتاعته ان هو بيعمل كذا.